وينضم إلينا عبر الهاتف من موسكو سعادة سفير مملكة البحرين لدى جمهورية روسيا الاتحادية السيد أحمد الساعاتي. سعادة السفير، أغلقت الصناديق في موسكو، كيف كانت عملية التصويت وما هي الإجراءات التي من المفترض أن تتبعها السفارات في الخارج بعد إغلاق الصناديق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير جميعا. في الحقيقة نعم، أغلقت الصناديق الاقتراع منذ حوالي 45 دقيقة. نعم. وبدأنا الآن بفرز الأصوات، ولكن قبل ذلك أود أن أرفع خالص التهنئة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد ولشعب البحرين على نجاح هذا العرس الديمقراطي خارج مملكة البحرين، وأيضا أنقل شكر أبناء حضرة صاحب الجلالة أبناء طلبة في الغربة في روسيا هنا الذين حرصوا على التواجد منذ الصباح الباكر، يعني هنا الشمس تشرق 8:30 تقريبا، كانوا موجودين من 8 عند باب السفارة رغم برودة الجو ورغم أن مناطقهم بعيدة، أجوا بالقطارات وأصروا على المشاركة وكانوا سعيدين، وخاصة أن معظمهم يصوتون لأول مرة لأنهم في سن 20-21 عاما. النتائج كانت جيدة بالنسبة للحضور وبالنسبة للتجاوب، وكانت الفرحة غامرة في الحقيقة. نعم. يعني أيضا أشعرونا بهذا الإنجاز الوطني، الاستحقاق الوطني، وكانوا سعداء أنهم يشاركون في استكمال مشروع الإصلاح اللي حضر صاحب الجلالة. الآن خطوات بدأنا قبل قليل بفرز فتح الصندوق وفرز الأصوات، وإن شاء الله خلال فترة بسيطة سننتهي من جرد الأصوات وإرسال النتائج إلى اللجنة العليا المشرفة في مملكة البحرين اللي كانت معنا في الحقيقة على اتصال دائم منذ يوم أمس، خط ساخن يوجهوننا بكل النصائح وكل الأسئلة والإجابات السريعة، والحمد لله لم نواجه ولا مشكلة واحدة، يعني منذ الصباح إلى الآن لم نواجه ولا مشكلة واحدة، وصارت العملية بشكل سلس ويسر وسهولة، وكانت في الحقيقة أجواء احتفالية يعني في سفارة مملكة البحرين في موسكو. نعم. ووعدناهم أيضا بفتح الصناديق مرة أخرى للتصويت في حالة التكرار أو الإعادة في يوم الثلاثاء القادم في حالة تعادل بعض الأصوات، وهم كانوا رغم دراستهم ورغم محاضراتهم كانوا متحمسين وقالوا إحنا جايين لكي نلبي الواجب، وهذا واجب وطني. احنا نشكر جلالة الملك ان اتاح لنا هذه الفرصة للمشاركة في هذا المشروع الحضاري الكبير. نعم، من موسكو سعادة السيد احمد الساعاتي سفير مملكة البحرين لدى جمهورية روسيا الاتحادية، شكرا جزيلا لك.